مباراة مولودية العلمة وأمل المساعدة شحت فيه الفرص القابلة للتهديف، خاصة في الثلاثين دقيقة الأولى، مع أفضلية للزوار من حيث التنظيم واللعب الجماعي. حارس مولودية العلمة تدخل في مرتين لإنقاذ فريقه من كرتين سانحتين، وأكد على براعته أمام مهاجمي أمل بوسعادة، فيما ضيع زملائه في مرتين إمكانية فتح مجال التهديف. إذن هذه هي الفرص الأربع في المرحلة الأولى التي انتهت بالتعادل السلبي. أداء مولودية العلمة في الشوط الثاني كان راقيا جدا، مع سيطرة مطلقة وفرص ضائعة بالجملة. أول من ضيع الياس دوسان أمام براعة الحارس متحزم أسامة، تلاه ياسين بزاز الذي تباطأ فضاعت الفرصة، ثم رأسية ملولي صخر الدفاع المحليين فوق الإطار. الهدف الوحيد في المباراة وقعه البديل ياسين جنينة في الدقيقة 77. وقبل نهاية الوقت الرسمي بخمس دقائق، القائم يحرم برباش من إضافة الهدف الثاني للمحليين. أمل بوسعادة كان قريبا من تعديل النتيجة في الوقت البدل الضائع لولا ارتطام الكرة بالقائم. الحظ لم يكن أيضا مع الزوار في كرة طويل التي أخرجها المدافع من على خط المرمى، لكن عناصر أمل بوسعادة احتجوا بقوة بداعي أن الكرة تعدت الخط. طبعا